نافعه. والمعنى أن الإنسان عندما يمن الله عز وجل عليه بشيء من العقل والفضل والرأي، فليس كل أحد يعلم قدر علمك وقدر رأيك. فإذا لم تعلم من أخيك طلبه لرأيك وحرصه على رأيك أن يستأنس به وأن يستشيرك وأن يعرف قدرك، فلا حاجة لأن تلقي عليه اللوم الرأي وأنت تعلم إعراضه عنك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة قال سعد قبل أن يحكم: أيمضي قولي؟ فلما تأكد سعد أن قوله يمضي قال قوله وحكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة يرقعة. والمقصود صحة قول الشافعي رحمه الله: ولا تعطين الرأي من لا يريده، فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه.